أرحب بكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي معانا على التليفون الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، اللي هيكلمنا على التطور والاهتمام اللي بتولي الدولة أهمية كبيرة جدا للفلاح والقطاع الزراعي بشكل عام. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذة لميا وأستاذ باسم ومشاهدي القناة الكرام. صباح نور على حضرتك دكتور أشرف. الحقيقة أن الدولة يا دكتور بتولي اهتمام كبير جدا بالقطاع الزراعي أو الملف الزراعي وكمان الفلاح، وخصوصا أنه في بعض المبادرات الكتيرة، دعم كتير جدا للفلاح، الكارت الذكي، إسقاط ديون، كتير من المبادرات اللي احنا بنشوفها بتدعم القطاع الزراعي والفلاح المصري، فكلمنا في هذه التفاصيل. في حقيقة الأمر فإن الفلاح المصري هو في قلب اهتمامات الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم منذ عام 2014 مبادرات كثيرة أطلقتها الدولة لصالح الفلاح المصري، وأستطيع أن أزعم أنه حدث ما يشبه الثورة التشريعية في مجلس النواب بالنسبة للمزارع المصري، وصدرت عدة قوانين منذ عام 2014، قانون الزراعة التعاقدية وقانون الزراعة العضوية وقانون تداول أقطان الإكثار وتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي والتكافل الزراعي للفلاحين والتأمين الصحي للفلاحين وغيرها من القوانين. أشير إلى قانون الزراعة التعاقدية على سبيل المثال، وهو يؤدي إلى أن التعاقدات مع المزارعين أصبحت ليست عقود إذعان كما كانت في السابق، وإنما هي عقود لصالح المزارع بشكل كبير، وتم إطلاق أسعار الضمان للسلع الاستراتيجية. القمح بدأنا 1600 جنيه، ثم كانت 90 ب2000 جنيه للأرداف، وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل، أسعار ضمان تضمن حتى أدنى معين من السعر يتم زيادته عند زيادة أسعار السوق العالمية. فضلا عن مبادرات هامة جدا للمزارع، كما أشرت حضرتك كارت الفلاح الذي يوفر مستلزمات الإنتاج للمزارع، ومبادرة حياة كريمة التي تحقق تحسين الإعاشة لأكثر من نصف سكان مصر قاطين الريف المصري بشكل كبير، بتحسين جميع أبعاد التنمية البشرية من صرف صحي ومياه شرب نقية وتعليم وإسكان ومراكز الشباب ومساجد وكنائس وغيرها. فضلا يا دكتور أشرف، كمان يعني حضرتك ذكرت طبعا الزراعات التعاقدية وهي منظومة مهمة جدا، منظومة الزراعة التعاقدية، وفي نفس الوقت مراجعة دورية قبل كل موسم حصاد لأسعار المحاصيل، ويعني مراجعتها سواء في عالميا كم تبلغ، ويكون دايما في مراجعة لهذا الأمر، ده بيستفيد منه الفلاح بشكل أساسي وبشكل مهم. تحديث منظومات الري لو حضرتك برضو اتكلمنا عنه إذا سمحت يا دكتور أشرف، وتقديم التسهيلات المختلفة للفلاح المصري كي يتمكن من التحول، وتسهيل الأمر عليه ليتمكن من التحول إلى نظم الري الحديثة، إزاي بيستفيد منها بشكل أيضا كبير؟ ذلك أمر في غاية الأهمية، وهو يحقق الفائدة المرجوة لكل الطرفين، للدولة وللمزارع. للدولة من المعروف أن ترشيد استهلاك المياه يأتي في صالح السياسة المائية للدولة بشكل كبير. أما بالنسبة للمزارع فإن ذلك يعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وزيادة الإنتاجية أثبتت مختلف الشواهد والتجارب أن تخفيض استهلاك مياه الري وترشيد استهلاكها يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير، وبالتالي يعمل على رفع دخل المزارع بشكل كبير. بالتأكيد، غير كمان لو هنتكلم على التقاوي، منظومة التقاوي والأسمدة وكل الحاجات اللي بتدعم، بيتم دعم الفلاح المصري بيها والمزارعين في مصر، الحقيقة جهود من قطاعات كثيرة جدا بتشترك لدعم الفلاح المصري. كل الشكر لحضرتك الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على وجودك معنا عبر الهاتف.